اللي قد ايه زي ما قال كابتن وليد ان هي كانت بطوله مهمه جدا ليكم. بس خلينا بقى طبعا دايما القاسم المشترك في كل بطولات العاب الماء بشكل عام، سباحه تلاقيه، العاب ميه تلاقيه، غطس تلاقيه، يعني باليه مائي تلاقيه. طبعا عزيزي وصديقي ويعني ورمز من رموز السباحه والعاب الماء في النادي الاهلي كابتن وائل عزت، رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن وائل. باشمهندس، ويعني زي ما وعدت حضرتك ان انا كل مكسب ان شاء الله اكون معاكم. نعم حصل. بس انا والله انت حضرتك يعني المقدمه دي انا كبيره عليا، ده شغل مجهود الناس كلها اللي بيطلع معاهم بطولات، انا ما الا زي ما بيقولوا كده ايه بنسق بين الالعاب، وربنا بيكرمنا في الاخر. يا كابتن وائل، يا كابتن وائل، الناس او كل اللي بيجوا له ضيوف هنا الحقيقه اللي بينتموا لالعاب الماء، انت حضرتك مش متخيل بيتكلموا عنك ازاي من ظهرك، مش بيتكلموا ان انت رئيس جهاز، لا خالص، بيتكلموا ان انت اخ وصديق وداعم. فالحقيقه احنا هنا ما بنتكلمش على الفنيات فقط، ولكن بنتكلم على الكاركتر، على الشخصيه، شخصيه النادي الاهلي، عيله النادي الاهلي. فطبعا وجودك معانا بيشرفنا. كلمنا بقى النهارده على الانجاز الجديد، الووتر بولو اللي حضرتك شخصيا وعدت بيه وقلت ان احنا مش هيبقى وليد الصدفه ان احنا فزنا السنه اللي فاتت، ولكن هناكد جدارتنا والكلام ده اللي انت قلته من سنه. تعليقك ايه على ده يا كابتن؟ والله احنا الحمد لله زي ما بيقولوا كده احنا بنشتغل، وفي الاخر ربنا بيكرمنا. المجهود احنا بنتعب جدا، وخصوصا انا كمان كوره الميه محسوبه عليا، لان انا اصلا بقيت كوره ميه. صحيح. ببقى زي ما يكون كده ايه زي ما بيقولوا مايل شويه لكوره الميه. والحمد لله يعني وليد والرجاله اللي معاه، سواء المدربين او اللاعبين او الاداريين او الجهاز كله، انا مش عايز بس انسى حد عشان كل الناس بتشتغل. وانت عارف يا باشمهندس انا طالما انا بشتغل فكله بيشتغل. طبعا طبعا. المنظومه كلها دايره على طول. طب. موضوع ان احنا نكسب السنه الثانيه، احنا زي ما وليد قال انا سامعه، ان احنا كنا محتاجين نعمل الكلام ده عشان نحيي روح العمري الله يرحمه مدحت فرج. الناس احنا لازم يبقى عندنا كده هدف نوصل له، ولازم احنا بنتعب في التمرين، لازم يبقوا شايفين ان احنا الناس الكبار بتوعنا نفرحهم ازاي حتى لو مش موجودين معانا. ففي الاول وفي الاخر اللي احنا بنعمله ده بيبقى زي ما حضرتك بتقول كده شكل النادي الاهلي اللي احنا بنحافظ عليه. نعم. دايما كل حاجه بنعملها احنا النادي الاهلي، وحضرتك لعبت في النادي الاهلي وكنت مسؤول في النادي الاهلي، فلازم يبقى محافظ على الشكل. والمكسب ده ما بيلاقي من فراغ، والله الناس دي بتتعب وفي الاخر بيلاقوا الحمد لله، وهم قاعدين معاك في الاخر، واحنا كلنا مبسوطين طبعا بنجاحهم. وان شاء الله انا قلت لهم المره اللي فاتت بعد ما كسبنا الدوري اول كلمه قلتها خلاص مبروك يا رجاله، عندنا كاس مصر عشان نكسبه، عندنا بطوله كاس مصر بتاع الشاطئيه، دايما ابدا احنا لا يقف الطموح زي ما بنقول. كابتن وائل حقيقه يعني كل سنه وانت طيب. بدايه اكيد يمكن انا شفت المجهود ده وكنت موجوده معاكم اكتر من مره. كابتن وائل، يمكن فكره الفوز للعامل تاني على التوالي بعد غياب لمده 20 سنه يمكن ممكن ناس تقول بيعطي نوع من الاريحيه، فكره الضغط برضو خلال الفتره اللي جايه ان انتوا هتبقوا مضطرين ان انتوا تحققوا او هيبقى عندكم تارجت او هدف معين ان انتوا ده تستمروا عليه خلال الفترات المقبله، خاصه كابتن وليد كان بيقول لنا هي حاله احتياج لفكره هذا اللقب، اكيد ده هيخلق نوع من الضغط ومجهود اكبر من اللي حضرتك كنت بتحكي عليه خلال الفتره الماضيه. هو كلام حضرتك صح، هو مجهود اكبر بكتير، وخصوصا ان انت توصلي للقمه صعب، اما الاصعب من الحفاظ على القمه. فاحنا كنا بنبذل مجهود رهيب، ودايما ابدا احنا دايما لازم عشان نوصل لازم نتعب، احنا نوصل بالتعب ده للنتيجه اللي حضرتك شايفاها في الاخر. الناس اللي موجودين عند حضرتك النهارده او اللي مش موجودين، اللعيبه اللي ما لم يسعفهم الحظ ان هم يجوا، بيشتغلوا صبح وبعد ظهر في اي وقت صيف شتاء، عايزين نوصل ونحافظ على المكسب، لان المحافظه على المكسب ده حاجه صعبه جدا. النهارده ان شاء الله بمشيئه الله بوعدكم، وانا بتكلم النهارده ويمكن باشمهندس هيثم عارف، ان شاء الله كاس مصر هيبقى في النادي الاهلي ان شاء الله بالمجموعه اللي انت شايفها دي، ولا يقف الانتصارات في النادي الاهلي ان شاء الله على ايد الرجاله اللي قدامنا. ودايما يا كابتن حضرتك يعني بتوعد، وبفضل الله يعني وبثقتنا يعني في الله سبحانه وتعالى وفي مجهود كل المنظومه
بتنفذ وبتوفي وعدك. بس خليني اتكلم عن اللي جاي، سؤالي المعتاد ليك يا كابتن وائل عشان دايما نبقى معاك وفي كل الاحداث، ايه الجديد وايه الفتره اللي جايه عندك من تحديات جوه قطاع العاب المال؟ طيب انا عندي ان شاء الله بطوله السباحه كاس مصر هتبدا ان شاء الله بعد العيد الصغير ان شاء الله على طول في اسكندريه. ان شاء الله هيبقى فيها مجهود كبير. احنا بننافس طبعا زي ما حضرتك عارف سبورتنج وسموحه ووادي دجله، انديه قويه جدا في السباحه، بس ان شاء الله بمشيئه الله هنوصل للهدف اللي احنا عايزينه ان احنا نكسب البطوله. عندنا بطوله كاس مصر بتاعت الغطس، عندنا بطولتين مهمين قوي في الباليه اللي هم 18 سنه و سوري 16 سنه و 14 سنه، وبعد كده عندنا في كره الميه الشاطئيه، وعندنا كاس مصر بتاع كره الميه، وعندنا بطولة 2010 كرة مية، وعندنا بطولة 2001 هتبدأ الأسبوع الجاي مع كابتن وليد برضه هو يبقى مسؤول عنها، وعندنا بطولة الماسترز اللي هم الرواد. لا عندنا لا ينتهي. أنت حافظ الكلام ده إزاي يا كابتن وائل؟ حافظه إزاي؟ أنا عندي جدول بقعد أقرأه. لا يا كابتن والله يعني بجد، لا الله يكون في عونك، يعني بجد النهارده بتتكلم عن عدد أفرع كثيرة للنادي الأهلي وكلها فيها نشاط سباحة، والنهارده عندك الفرق، لا لكم في عونك يا كابتن وائل، والحقيقه ده مش غريب عليك التركيز والاخلاص للنادي الاهلي، والحقيقه اتمنى لك كل التوفيق دايما يا كابتن وائل. شكرا. نورتنا يا كابتن وائل، وكل سنه وحياتك طيب. شكرا لحضرتك، ويعني انا سعيد بهذه المكالمه، وان شاء الله بمشيئه الله نتقابل على طول في المكسب والانتصارات ان شاء الله. كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله تكون معانا في حلقه في اخر الموسم حصاد لكل العاب الماء. مريم يمكن يعني السباحه في النادي الاهلي من الالعاب الاصيله في جمال عموميه، دي حقيقة. والحقيقه زي ما احنا شايفين ابطال كل مصر منها الحقيقه، فالسباحه او العاب الماء ليها معزه كبيره جدا جوه جمال عموميه. اكيد خلينا اجي لك كابتن وليد مره تانية، يمكن مؤخرا كان